السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. مرحبا بكم جديد على القناه، معكم لطيفه من قناه شيوات ام لينا. اولا وقبل ما نبدا الفيديو نبغي نشكركم كلكم بزاف بزاف بزاف، الاخوات اللي جاوبوني على البوست اللي نزلتو، قلت لكم واش نبدل الاسم ديال القناه ولا لا، ما بغيتوش، الاغلبيه قالوا لي لا. شكرا لكم بزاف، هذا دليل على حبكم للقناه ومثبتين بالاسم ديالها. بالنسبه اللي دخلت جديده للقناه مرحبا، واللي باقي ما كاتش معليك الا الاشتراك والتغطية على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، خصوصا البنات بزاف كيقولوا لي ما كيوصلهمش اشعارات ديال الفيديوهات ديالي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم. اذا هنا على بركه الله غادي نبدا معكم الوصفه اللي غادي نقترحها عليكم اليوم، وصفه كتوجد في 10 دقائق، بسيطه، مكونات كاينه في كل بيت وكتعجب الكبار والصغار. اذا على بركه الله ما نطولش عليكم، نبداو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 4 البطاطات مسلوقين بالقشره ديالهم، 4 ديال الفرماجات، 4 البيضات مسلوقين، عندي شويه ديال الرز مسلوق في الماء والملحه، غادي نستعمل شويه ديال الكاشير، واحد العلبه ديال الطون صغيره، مايونيز، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، الزيتون خضر مقطع، وزيتون كحل ولا الزيتون الاسود مقطع دوائر. اذا على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نديروها وهي غادي نقيو ديك البطاطا اللي تكون كما قلت لكم مسلوقه بالقشره ديالها، وتكون ضروري بارده باش تسهل علينا نقشروها وتسهل علينا نحكوها، يعني ضروري خصها تكون بارده. صافي، من بعد ما كنقي دوك 4 البطاطات كما قلت لكم انا هنا كندير بالنسبه ل 4 الناس، نتوما على حسب الكميه، على حسب العدد ديال الاشخاص اللي عندكم. الفرماج انا غادي نستعمل هذا البنات لافاش كي رجعتو، حيت هذا عندي مفتوح ديجا وخصني نساليه، اذا انا غادي نستعمل هذا. نتوما اي نوع ديال الفرماج عندكم، جبلي ولا المربع ولا المثلث، اللي كان عندكم يكفي بالامر كيما نقولوا. صافي، هنا غادي ناخذ الطبسيل اللي غادي نقدم فيه هاد الوصفه هذه، وناخذ الحكاكه الجهه الغليظه، وغادي نبدا كنحك هذيك البطاطا. علاش قلت لكم بارده؟ لانه ملي كتكون بارده كتكون قاسحه مشدوده، يعني ما كان حتى ملي تسلقوها ما تسلقوهاش بزاف، سلقوها يعني ما تخليوهاش حتى تهرى. صافي، باش تجيكم ساهله الحكان، انا حكيت هنايا البطاطا اللي عندي، غادي نرشها بالملحه وشويه ديال البزار لانها سلقتها بقشرتها في الماء، ما غاديش تكون بنينه، يعني باش غادي نبننها غادي ندير عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. تقدروا ديروا عليها واحد الخويط ديال زيت الزيتون الا بغيتوا، انا ما غاديش نخلط الزيت والمايونيز وهذا، بغيت ندير غير المايونيز، نتوما لكم الاختيار. هنا غادي نشد انا هذاك الفرماج، وهذا الفرماج يعني غادي يعطيها واحد البنه فنه فنه، يعني واحد البنه زوينه. غادي ناخذ الفرماج وغادي ندير دوك قطع صغيرين نرشهم فوق ديك البطاطا، باش هكا يعني اللي جاي ياكل من واحد الجهه يعني تجيه يجيه الفرماج ولا لوغو ديال الفرماج من جهته. من بعد ما غادي نسالي انا مع الفرماج، نتوما تقدروا تقطعوا لافاش كيري الا بغيتوا ولا المربع، مهم وعلى حسب اللي عندكم. هنا من بعد ما ساليت غادي ندير الرز. الرز انا هنا سالقه في الماء والملحه، يعني الرز خصو يكون طايب، ماشي مشكل، يكون طايب مزيان. غادي ندير الكميه ديال الرز اللي بغيت فوق من بطاطا والفرماج. كما قلت لكم هذه الاكله الساريه عاد غير كتوجد، يعني اللي كيشد الوقت هي بطاطا خصها تسلق، البيض يتسلق والرز يتسلق، ولكن الا ديتي لها هادو كاملين كيتسلقوا في 10 دقائق، هذا يعني هذا المونتاج ولا هذا يعني التدغيساج ديال التبصيل راه دغيا تيتصايب. علاش قلت لكم كتصايب في 10 دقائق؟ انا ملي كنحير ما كنلقى ما ندير العشاء، شي مرات كنديرها. صافي، هنا كندير الرز، غادي ندير فوق منه الرز، كنعرفو كيتواتى المذاق ديالو مع المايونيز، غادي ندير واحد الخويطات هكا د مايونيز باش كيجي بنين. غادي ناخذ البيض، انا عندي هنا 4 البيضات مسلوقين، نتوما على حساب اللي كان عندكم تقدروا ديروا غير زوج الا بغيتو. انا هنا غادي نحك زوج، وزوج غادي نخليهم للتزيين في الاخر. هنا غادي نحك البيض
يعني كما كتشوف المكونات كامله كلهم كيتواتاو مع بعضياتهم، يعني ما كاينش مكون اللي نقولوا ما كيجيش زوين. وهذه صدقوني يعني انا كنت صغيره كنت كان يعجبني نمشي نشريها، كانوا كيديروها لنا في الخبز وكانت تجي بنينه 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 واكثريه ديال الزنقه. اذا ما بالكم ديروها في الدار وبالحوايج ديال الدار وبيديكم، غادي تكون نقيه اكيد وبنينه. هنا فوق البيض رشيت الملحه والبزار، ماشي بزاف غير شويه على حسب الدراري الصغار، المهم نتوما ديروا غير شويه. هنا غادي ندير الطون. الطون انا صفيته من الماء، علبه صغيره ديال الطون. وعلى فكره تقدروا يعني يا اما بغيتوا الا ما بغيتوش ديروا الطون تقدروا تستغناو عليه، تكتفيوا غير بالكاشير والبيض وبطاطا. بغيتوا ما عندكمش الكاشير ديروا غير الطون، فهمتوا؟ المهم نتوما غادي تلعبوا بالمواد ولا بلي زانغغاديون، غادي تلعبوا بهم وتشوفوا اللي كيعجبكم في الدار، اللي كيعجب وليداتكم. انا هادو كيحماقوا عليهم كاملين، يعني هادشي كامل اللي درتو كيحماقوا عليه. انا هنا غندير مايونيز فوق من الطون. كما شفتوا فين ما كندير شي حاجه كنرشها بالمايونيز واحد شويه، ندير غير خويطات باش كتجي بنينه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الكاشير حار ولا اي عادي يكون عندكم عادي، وحتى هو غادي نحكو من فوق الطون بنفس ديك الجهه ديال الحكاكه باش كيجي غليظ. غير بين قوسين انا هذه واحد المره درتها لولادي في الخبز، انا كما قلت لكم كنت كناكلها في الخبز ملي كنت صغيره. انا هذه درتها لولادي في الخبز ما عجبتهمش، نتوما جربوها مع ولادكم في المره الاولى ولا ديروا بحال هكا في التبصيل وديروا الخبز وتبقاو تعمروا لهم يمكن تعجبهم. انا ولادي شخصيا ما عجبتهمش في الخبز. انا هذه يعني درتها ولكن انا ما كليتها حيت درتها لهم بالليل، انا ما كليتها حتى الغد ليه، يعني درت ساندويتش ديالي في الخبز ما كليتها حتى الغد ليه في الغدا. فوالا هما ما كيعجبهمش في الخبز، كتعجبهم هكا يهزوا في الطبسيل قدامهم وياكلوا بالفرشيطه، وكل مره كيهزوا يعني كيهزوا غير القدر اللي بغاو. هذه الا بغيتو نتوما ديروا الخف الخبز لوليداتكم. صافي هنا ندير الزيتون الكحل مقطع دوائر، تحاولوا تلعبوا بالالوان، يعني يعني كما نقولوا حنا انا بعدا العين كتاكل قبل الكرش. ملي كتشوفوا شي طبسيل مزوق ومصايب مزيان يعني كيعطيكم الخاطر انكم تاكلوه. صافي نحاول ندير في كاع البلايص الزيتون. ونفس الشيء الزيتون الاخضر حتى هو مقطع دوائر، وكنديروه في كل شيء فوق الكاشير وفي الجناب. صافي هنا من بعد ما كنساليو انا غادي ناخد المايونيز وندير خويطات من الفوق. وكناخد هذاك البيض اللي عندي اللي بقالي وغادي نحكو من الفوق كما قلت لكم التزيين، وهكا كيجيو حتى الالوان كيجيو يعني ديك غادي كيجي كاع الالوان كيجيو باينين في الجنب في الوسط. وهذا صافي. ومن بعد كتقدموها بالصحه والراحه. انا هنايا درت شويه ديال المايونيز في القنيتات، كل واحد من جهته واحد شويه ديال المايونيز باش هكا الا ما كانتش قاداهم يزيدوا. وبالصحه والراحه كما قلت لكم وجبه سريعه واقتصاديه، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش تخليوا لي هذا الشيء في التعليق اذا صايبتوها وعجبتكم، ولا الا ما عجبتكمش المهم صايبتوها كتبوا لي في التعليق كيف جاتكم. المهم نخليكم على هذا، نقول لكم بالصحه والراحه الغزالات، تهلاو لي فريوسكم، كثروا لايكات، ما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء في المواقع الاجتماعيه باش هكا كلشي يستافد من وجبه سريعه اقتصاديه وتوجد في اقل من 10 دقائق. شكرا لكم على المتابعه ونتمنى لكم نهار مبروك، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.